في المشهدية. في المشهد الساخن: كوارث التغيرات المناخية، تداعيات أمنية ومصالح اقتصادية تقوض الاستجابة الدولية، كيف يتحكم الكبار بحياة الشعوب؟ في المشهد السياسي: في تحول لافت، السويد تسحب الحماية عن حارق نسخة من المصحف الشريف، بداية تغيير في السياسات. في المشهد الاقتصادي: تباطؤ في وتيرة خفض الوظائف حول العالم، هل ينعطف مسار التعافي عن واقع الركود؟ وفي المشهد الصحي: الخبز في الحمية الغذائية، جدلية حول الفوائد الصحية ودراسة تقلب المعتقدات، هل من دور في تقليل الدهون؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.